لاعب منتخب تشيلي أندريا بيرلو منظمة صفوف والدينامو المايسترو كلاوديو ماركيزيو ميركو فوجينيتش فوجينيتش وضربة جزاء ضربة جزاء للسيد العجوز نعم نعم يا جوز يا جوز ضربة جزاء مشاهدينا الكرام للسيد العجوز في السبع دقائق لاعب أرتيرو فيدال يتقدم فيدال يغير بالفعل مشاهدينا الكرام أرتيرو فيدال جول فعلا فيدال فعلا فيدال كبطل الأبطال منذ البداية يوفنتوس بداية كهربائية طبعا كهربائية في العاصمة الإيطالية هدف لصفر التوقيع لنجم منتخب تشيلي أرتيرو فيدال ماركيتي كما توقع وكما عادت فيدال التصويب على اليسار منذ أيام ليفركوزن ولكن هذه المرة لعب منتخب تشيلي بكرة على اليمين وماركيتي على اليسار يعاين كل الأضرار ميكائيل حقيقة سياني أبدع وأمتع في هذا التدخل الدفاعي وهذه كرة جول 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 فعلا مرة أخرى مشاهدينا الكرام أرتيرو فيدال بطل الأبطال في هذه الأوقات هدف ثاني للسيد العجوز نعم نعم يا جوز يا جوز هدف ثاني للبيانكونيري المتحدي أرتيرو فيدال بطل الأبطال كرة خيالية من ميركو فوجينيتش أمامنا يقع تحويلها ولاعب منتخب تشيلي يزور العاصمة الإدارية للمرة الثانية في هذه الأمسية الكروية كرة قاتلة على طريقة بيرن شوستر من ميركو فوجينيتش